وجهك علي يا ليلة الحادي عشر يا ليلة الحادي عشر اهش عظم هالليلة من جابوا الماي وغدت ضج بحري العين الطم قوي يعني حيل الطم بس لا تسرع يا ليلة الحادي عشر اهش عظم الليلة طويل ما يغدى ضج بحري العيل ركضت رقية على السقا وقالت لقاف يا سقا لو تاخذي الماء وتريد لو للرمح تمشي ويا اخ رقية 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 ركضت رقية على السقا نادت تقف يا سقا لو تاخذ الماء وتريد لو للخيام تمشي ويا هل يوم ثالث والدي عطشان ما شرب ماي اغرف له بجفوف العذيب بل جن اروغ ليله اغرف لبيك فوف العذيب بل كان ارى يغلي اسمع 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 مأجور هذا ختام تغرف الماء ولو مشت تغرف الماء ولو مشت من جفوفها يتبدل وما بين ابوها والسقا تجيب الدرب وترد طفله وغصنها من العطش ذبلان مثل الورده
طفلة طفلة وغصنا من العطش ذبلان مثل الوردة ومن وصلت لذاك الرمح قلت عليها الحيلة من وصلت لذاك الرمح قلت عليها اليوم اليوم اللي ينجرح قلبه على رقيه هنيئا له يعني قلبه يشتغل هذا ما وصلت الربع الرمح كل ما تمد ايديها طفل عمرها 3 سنوات ما وصلت الربع الرمح كل ما تمد ايديها بالخيزران تعلقت تحن الضلع ما بيها بالخيزران تعلقت تحن الضلع ما بيها حاولت يا ما حاولت حاولت يا ما حاولت رفعت شعب رجليها والراس يتمايل غدا يبكي لها وتبكي لها والراس يتمايل غدا يبكي لها وتبكي تبكي وعلى بجاه الرمح ضال ينحني ويطوى من شافها هدى العنا وقامت تقوم وتموت تبكي وعلى بجاه الرمح ظل ينحن ويطوى من شافها هدى العنا وقامت تقوم وتموت اخ 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 يا عز على الغيور والله حسين حتى بعدوها توسلت بلشن بقايا مروه ينزل الراس من الرمح تشرب العذب ويشيله ينزل الراس من الرمح تشرب العذب ويشيله آه يا طاحت على راقي الرمح طاحت على راقي الرمح وتريد تسهر يا ما طاحت على راقي الرمح وتريد تسهر يا أمه لما ظلام المعركة تسمع نواية حرمة يا حبيبة أنا عمتك ردي علي يا عمه ركضت رقي على الندى ومن المصيبة الحيلة ركضت رقي العمة تقل عمة ما قدرت اشرب ابوي ماي عمة عمة ما قدرت اشرب ماي عمة رقية يا عذبت المبسمي ويا نغمة حلوة في فمي ويا نبض قلبي وطيف الحياة
وجمرا من الشوق يكوي دمي. بنية قلبي لا ما الجفا وحتى مللت يا بلسمي. أما أنت أوضي إلى والد مشوق وفي حجره ترتمي. دخيلك مولاي أبا الفاضل, دخيلك مولاي خزي أنا بدخيلك يا عمرو. أقول لك يمكن تصدق أو ما تصدق, هذا أول ما قرأته حسب يعني الأذكر قرأته بهذا المجلس المبارك. أول ما قرأتها يا عمرو قيا, وبعدين قرأتها بمجلس مجلسين وما قرأتها هاي السنة كلها, هسه أجت على بالي والله ناسيها. كل مجلس أقرأ أنساها هذه, وهسه أجت على بالي وحق هذا المنبر. يا عمرو قيا مولاي أبو فاضل, مولاي أبو فاضل يا عمرو قيا, يا عمرو قيا مولاي أبو فاضل, مولاي أبو يا عم سكينة مولاي أبو فاضل, مولاي أبو فاضل يا عم سكينة, يا عم سكينة مولاي أبو فاضل, مولاي أبو دخيلك 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 مولاي يا عم سكين, يا عم شريفة مولاي أبو فاضل, مولاي أبو فاضل يا عم شريفة, يا عم شريفة مولاي أبو فاضل, مولاي أبو فاضل يا عم شريفة, يا عم صفية مولاي أبو فاضل, مولاي أبو يا عم صفية, يا عم صفية مولاي أبو فاضل, مولاي أبو فاضل يا عم صفية, يا عم حميدة مولاي أبو فاضل, مولاي أبو فاضل يا عم حميدة, يا عم حميدة مولاي أبو فاضل, مولاي أبو فاضل يا عم حميدة, يا عم العلويات
يا عم مولاتنا خونا يا عم فاطمة العلي دخيلك مولاي بالفضل دخيلك مولاي بالفضل العفو يا 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 مولاي بالفضل مولات يا أم البنين 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 مولات يا دخيلش مولاتي دخيلش مولاتي حزمينا مولاتي رحمينا مولاتي يا أم البنين مشكورة يا مولاتي مولاي ويا إمامنا الرؤوف يا مهيج أحزان الطفوف يا أبا الحسن يا علي يا ابن موسى رضا أبا الجواب فدوة فدوة رضا أبا الجواب يا علي يا ابن موسى رضا أبا الجواب دخيلك مولاي دخيلكم سادتي اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه وشيعته وخدامه وهب لنا رافته ورحمته ورضاه ودعاه وخيره يا الله إلهي لا تحرمنا من مجالس الحسين لا تجعل في قلوبنا غير الحسين لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين اللهم اجعل صرختنا في الدنيا والآخرة يا حسين 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 اللهم شافي مرضانا اقض حوائجنا ارحم موتانا ارحم شهداءنا إلى أمواتكم جميعا ومن مات على الإيمان تعجيل فرج المولى بحق شفاء مرضى شيعته وقضاء حوائجهم وموات المؤسسين خدام الحسين جميعا والشهداء رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.